وصلنا قرار ان احنا وافقنا ان نيتو يتدخل وهو يدافع عن ماتيكوات المندب اند السوبرفيجن اوف الانفورميشنز. والثالث قضيه ناقشناها هي قضيه اسرائيل. اسرائيل مقدمه قرار انها تخش نيتو بس وناقشنا القرار ده وطلعنا بان في دول رفضت بس الاغلبيه في دول رفضت بس الاغلبيه رفضت فترفض القرار ده اسرائيل. They could never tear us apart, too young to fall. This is a story that we can take back. أنا راندو دار، دلجت في أليكس MAU 15، بمثل UK في NATO Council. النهاردة we were discussing a very important topic, which is the Syrian topic, and what further escalated it, the Russian airstrikes. We decided three things. First, that Assad will remain for 1 year, only 1 year, until the situation in Syria becomes stable. And second, that the Russian airstrikes will continue, but it will send reports to the NATO. If the NATO has decided that it failed, the NATO has to intervene. And third, the NATO decided that it would secure Syrian borders, especially the borders with Turkey. Take a look past our innocence. Take a step back to yesterday. When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen, secretly imagine. They could never tear us apart, too young to fall. This is a story that we can take back someday. A lonely glory that we could get back, they say. This is a story that we can take back someday. A hope if only that we can take back someday. السيد المنصوري درجة في اليكس ام يو 15 نيتو كونسل. النهارده كان اخر يوم في الكونفرنس، ناقشنا قضيتين. اول قضيه كان يورو سامت، ده كان مع الكونسي اوروبيان. كنا بنتناقش موضوع ان في المانيا مقدمه ان هي عايزه تعمل اي يو ارمي يدافع عن الدول الموجوده في الاي يو بس. كان في كذا اقتراحين موجودين. اول اقتراح اللي هو اللي موافق على الاي يو ارمي، ثاني اقتراح اللي مش موافق على الاي يو ارمي وبيؤيد ان النيتو بس هو اللي هيدافع عن البلاد الموجوده في الاي يو. وصلنا في الاخر لحل ان الاي يو ارمي مش هيتعمل، بس هيبقى موجود نصوص جديده تنص على ان الناتو مسؤول عن حمايه الدول اللي مش موجوده في الناتو بس موجوده في الاي يو. وكده وصلنا لحل ان احنا الدول اللي مش موجوده في الناتو بس في الاي يو بنحميها وبندعمها ان هي تقوي اقتصادها وجيوشها، وفي نفس الوقت الناتو ما تحلش وفضل زي ما هو. ده اول كيس. تاني كيس كانت عن الماس ديستركشن او اسلحه الدمار الشامل. اسلحه الدمار الشامل في دول كانت مؤيده ان اسلحه الدمار الشامل تستخدم وتفضل موجوده على ارض الواقع، وفي دول ما كانتش مؤيده لده خالص. بس في الاخر ما حدش وصل لحل، وفعلا ده اللي ما حدش يقدر يقول قرار فيه. ما فيش حد يقدر يمنع اسلحه الدمار الشامل او ينهيها مع باقي الارض،
وده آخر يوم في الكونفرنس. Take a look past our innocence. Take a step back to yesterday. طبعا انا كنت حاسه ساعتها ان ده اللي هيحصل، بس انسى يعني ان اطلع من اي يوم مزاجي. يعني لو كان حصل، السبب الوحيد اللي كان يخليني اطلع منه اني اتفرج. طبعا انا قلت هكمل، وفعلا كنت رد اني استسلم على طول، وبجد انا كنت بفايت فور ات، بس عارفه من جوايا ان ضيعت جزء كبير منه. لما رحت كنت حاسه اني مش فاهمه حاجه ولوحدي، وعلى طول متضايقه. طبعا اللي اثر فيا اكتر اني ما كنتش برده في الكونفرنس اخد فرصتي قوي، وهو يوم اللي حضرته مش ده اللي انا كنت متوقعه مني يوميها. بس ماشي، اللي عايزه اقوله اني بجد رغم اني ما حضرتش معاكم كذا حاجه، بس انا كنت حاسه اني معاكم كده، خاصه في اخر يومين في الكونفرنس دول. والنهارده من اول يوم وانا زعلانه جدا، واليوم عمال يعدي وبقرب يخلص وخلاص كده. يعني لسه مش متخيله يعني، بس ماشي اكيد ان شاء الله هنتقابل تاني، بس مش في الماضي. احب اواجه شغل كتير قوي للاتش ار دي اللي شجعوني بصفه خاصه الانسان المحترم زياد حسن. وطبعا We've come a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you when I see you again. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. Let the light.